استثنائيا اليوم رح يكون معي شارل عزار بالكوكينج وراح نحضر اكيد ديسير وهو سمورز. للسمورز بلزمنا اول شيء 260 جرام من الطحين، بدنا كمان زبده مذوبه، بدنا سكر بودره، بيض، بودره اللوز، ملح وفانيلا، بالاضافه لزبده الفول السوداني او البينات باتر، شويه مارشميلو، زبدة ودارك شوكولات أو شوكولا أمر. أكيد من بعد الكوكينج رح ننتقل للتيستينج. مثل ما كنت عاملها لدانيا اليوم في دو إت يور سيلف رح نشوف شو رح تقدم لنا أفكار باسكال. أكيد لها علاقة بالإنتيريور ديزاين. في كمان عنا تيبس كمان فكرة كثير مهضومة كلكم بتقدروا تعملوها، تابعوني ليتر أون. وبعد هالفاصل رح ننتقل لبالانس، موضوعنا هو الحمص وعلاقته بالبشرة مع رندا. الحمص رح تحكينا فيه بكذا حلقة، مش بس له علاقة بالبشرة ولكن كمان بالنوم. فرح نشوف خلال هذا الأسبوع رح تحكينا عن الحمص رندا. وبدو إت يور سيلف رح نشوف شو فكرة باسكال. دو إت يور سيلف مرتين بالجمعة عم تقطع معنا بأفكار حلوة. والتبس اليوم له علاقة بكادر صورة، ما رح يكون كاد ولكن نحن رح نعمله من إدة خشب، والحلو إنه هالكادر حسب كيف بتوجهوه بالبيت إن كان محطوط على الحيط أو عارضينه على الطاولة بيعطيكم صورتين. رح نشوف أكثر بالتب، رح ناخذ بريك ونرجع. اليوم معنا شارل عزار ووصفتنا طيبة ومهضومة بنفس الوقت. هاي شارل. هاي سافا. سافا ماشي. خبرنا شوي عن السمورز. السمورز هي بأمريكا معروفة كثير، هون بلبنان مش كثير معروفة، بس نحن بلبنان عنا البسكوي مع الراحة اللي بنعملها هي نوع من السمورز. السمورز بأمريكا هي كناية عن عجينة جراهام كراكرز. اوكي. بيجا بيحطوا لها مارشميلو. سو حلوين. ايه. بيجا بينحط لها مارشميلو، بيجا بينحط لها سكوير من الشوكولا أو بيكون ميلك أو دارك. وبيفوتوها شوي صغيرة على المايكروويف أو بيحطوها شوي صغيرة على الفرن. أو okay. بيكونوا هن شاويين المارشميلو وبيحطوها دغري فوق الشوكولا والشوكولا دغري بيصير wow. بيسيح بتتسكر وبتنعطى. هذه هي السمورز. هلا فيهم بيقدروا يحطوا منهم، بيقدروا يحطوا لها كراميل منهم، بيقدروا يحطوا لها بينات باتر. يعني حسب كل واحد كيف بيحبها. نحن هون بتعرف نحن السمورز يلي نحن متلربين عليها هي البسكوي مع الراحة يلي نحن بنحطها ومنطبقها، وكانت هذا هو الديسير تبعنا وقت كنا صغار. نعم. سو اليوم انا فكرت بدي اعمل السمورز، اعرف العالم على السمورز بامريكا لانه غير انجريديان. غير انجريديان رح فرجيهم كيف تنعمل. هلا انا ما رح اعملها مثل ما هن بيعملوها انه حط لها كيوب شوكولا او سكوير شوكولا. رح استعمل انا نفس الانجريدينتس كمان، بس مغير شوي صغيره بالبسكوي. ما رح استعمل جراهام كراكرز، رح استعمل باتسابلي لانه الباتسابلي نحن بنحبها اكثر. صح. جراهام كراكرز شوي مزبوط. التكستشر تبع الجراهام كراكرز مش كثير نحن بنحبها، مشان هيك رح اعمل باتسابلي، بس رح اعملها بنفس الطريقه اللي هن بيشتغلوها ورح نطبقها نفس الشيء. اوكي رح نشوف بالاخر كيف رح تطلع. بس رح اعمل الفيلينج تبعها يلي هو المارشميلو مع البينات باتر، رح اعملهم على النار، رح اعملهم تطلع مثل عجينه، رح احطها بقلب اثنين بسكوي اعملهم مثل تارتين. أوكي. ونكبسها ونرجع بعدين بدل ما نحط نحن الشوكولا بقلبها رح غطسها بالشوكولا. يامي. اوكي. سو هلا رح بلش اول شيء انا بعجينه التارت، لانه في كثير عم بيسالونا عن عجينه التارت. هي انا بالنسبه لي لانه انا بلاقيها كثير هينه ونحن صرنا عاملينها كثير بطلت اعملها. يعني صرت هون يعني عم نحكي باتسابلي او السابلي؟ باتسابلي عشان باتسابلي بس هي نفسها للسابلي. انا بحس انه السكر بيختلف او الزبده. نو لا هي زيته نفس الكمية. هي زيته. انت قصدك التارت؟ ايه تارت ولا سابلي؟ التارت. لان قلت عجينه باتسابلي للتارت. ايه غير السابلي. ايه بتفرق شوي صغيره. بتفرق شوي صغيره. اوكي السابلي فيها شوي صغيره طحين اكثر شوي. اوكي بتفت اكثر، بس انه احنا عاده بنستعملهم اثنيناتهم نفس الشيء. اوكي رح اجيب هون
هذا الكونتينر رح احط اول شيء الزبده رح اعملها على ايدي لانه عجينه صغيره ما انها كثير كبيره. اوكي رح احط السكر سكر البودره رح احط دغري فوق منها الملح. فينا ما نحط ملح بس انه اذا حط شوي صغيره فاني مشان الطعمه وحط لوز البودره. اوكي رح ادعكها. اوكي انا كنت عم بقول انه عجينه السبلي انا انه صرت بلاقي انه كثير عاملينها بس في عالم كثير عم تضلها تطلبها يعني صح. عندي على الفيسبوك مرغوبه كثير السبلي اصلا عندي على الفيسبوك بيج بس يتواصلوا معي كثير بيطلبوها وبرجع بقول لهم انه موجوده وهذا بس انه قلت انا رح ارجع اعملها قدامهم فرصه نجان فرجيونيها نرجع فرجيونيها بدل ما نعمل جراهام كراكرز. دائما بتدخل بودره اللوز انا بالسبلي بحبها مع بودره اللوز بتعطي بتكون فريابل اكثر ولما بنخبزها ما كثير بتمد. اوكي بتضلها محافظه بتضلها محافظه على الشكل. نعم اوكي رح احط البيضه كثير مهم برجع دائما بذكر كثير مهم انه ما كثير تندعك بس ينحط الطحين هلا مع الزبده ما بيأثر هلا هون نحن عم ندعكها هيك ما بيأثر بس ينحط الطحين اذا بتندعك شو بصير بتقسى بصير انه لا بتعطيها كار بتعطيها قوه للعجينه بتصير لما بدك ترقيها بتصير ترجع بتعمل ديفورماسيون اوكي بترجع بتزم يعني اذا عملتي شيب مدور او معقول ريكتانجولير بيغير المدور بيصير اوفال. اوكي اوكي هلا هون اهم شيء الزبده هي تصير اوموجين مع العجينه اكيد لانه اذا ما صارت اوموجين مع العجينه اللي بيصير انه محل كل نقطه زبده بتعمل محلها مثل الفخوات. اوكي اوكي هيدا مرات بتشوفيها بالعجينه السبلي مزبوط ايه هلا رح نزل الطحين. الطحين ما بده يكون طحين قوي ما في كتير بروتين طحين عادي فينا نستعمل طحين بيكون مكتوب عليه فارين دو بيسكوي بيكون طحين كتير خفيف. أوكي. بيطلع معنا السابلية كمان طيبة لأنه بتصير تفت. نحن نزل شوية طحين. هلأ نحن جايبين معنا عجينة لأن نحن هلأ هون ما فينا نرقها هاي العجينة وقت اللي بتنعمل لازم تنحط بالبراد وترتاح تقريبا اقل شيء يعني حوالي الساعتين بالبراد لحتى نقدر نشتغل فيها سو بتكون قسيت شوي بتكون قسيت لانه هلا مثلا ليك من ورا الزبده ايه ليك هلا كيف هي ايه لا رخوه كثير هيك ما فينا نستعملها هلا هون عم نحط كميه الطحين بعد حطينا النص الثاني بعد في شوي صغيره ما بنحطهم دغري من الاول لانه اذا بنحطهم من الاول اللي بيصير انه يمكن تعمل جريمو وما نقدر مزبوط نسيطر عليها قطع الزبده تضل قطع زبده والطحين يعمل شقف الجريمو. اوكي افضل عملناها على ايدنا لانه كميه كثير صغيره حتى بالبيت مش بحاجه لمكنه لهيك كميه هيدي شو بتعمل صينيه انت رح تمدها هلا انا جايب معي ممدوده جايب معي عجينه ممدوده رقيقه هلا للمشاهدين هن مثل ما قلت انا بسقعوها بالبراد بيريحوها بيجوا بعدين بيرقوها من بعد ما يرقوها هي لانه الجراهام كراكرز بيحطوا عليها سكر وبيبخشوها بالشوكي او بالبيك فيت البيك فيت يلي هي مثل الرولو بتجي بتفخوت شايفه كثير ناس بيعتلوا هم انه السابلي لما بدنا نقصهم بالكاترز بيشطر كيف يعني؟ يعني لما تقص السابلي وبدك تنقلها على الصينيه بيروح الفورم يعني بيروح. خاصة اذا في نجمه او شيء قرني او ديتايات صغيره ايه هون لانه بتكون العجينه منها مسقعه مزبوط هلا هون لازم تتسقع مثل ما قلت تتسقع مزبوط وتتقطع هلا فرجيكم انا لانه حطيتها بالبراد رقيتها وحطيتها بالبراد وهلا بدنا نقطعها سوا هون العجينه صار عندنا اياها اذا هون بيشوفوها المشاهدين شفتي كيف هي؟ سو هي المفروض تكون بهالرخاوه هي هيك لازم أقصى. تطلع لا اقسى ما بتطلع الا اذا استعملت الزبده من البراد بس اذا استعملتيها من البراد بس ما رح تمد الزبده ما بتفوت بقلبها هيك كثير منيحه هلا
بس نحط الطحين مثل ما قلت لك انه ما بيسوى كثير نعجنه. هلا خلص بنشيلها بنحطها على جنب. نحن اذا بدنا نستعملها كنا لازم نحطها بالبراد، بس الافضل انه تتغطى بورقه نايلون ونقدر هيك شوي نبسطها بايدنا لحتى تاخذ دغري الساقعه. اذا هلا بنتركها هيك ما بتفوت الساقعه عليها. مزبوط. بعدين اصعب بنرجع نرقها كمان اكيد. هلا نحن بس بدنا نرجع نرقها لازم نرجع ندعكها شوي صغيره. أوكي. لانه اذا دغري حطيناها حطينا طحين وبلشنا نرق رح تبلش تفصيخ. سو نحن بس نشيلها من البراد ندعكها شوي صغيره بنرجع بنخليها تطرى شوي صغيره مش كثير لانه حماوه الايد بترجع بتدوبها الزبده. سو هلا هيك طيب نحن رح ناخذ بريك شال من بعدها رح نبلش نشتغل بالسبيه. لكن وصفتنا اليوم هي السمورز. قبل البريك كنا عم نشتغل بعجينة السبلة. صح. مثل ما قال شال بدها تتريح بالبراد تتسقع ومن بعدها بصير فينا نقطعها. ونحن اليوم رح نقطعها بشكل مربع شال. صح. مش هيك؟ مش كثير مربع، مطول، بس فينا نعملها مربع، فينا نعملها مدور كمان. اوكي هون سخن شيء. تمام. اوكي محطة. رح جيب الرولات، هذه رولات للبيتزا وتقطيع البيتزا، بس هذه بتقطع زيزيار. اوكي فينا بالمسطره يعني ناخذهم حتى يطلعوا كلهم نفس الشيء. كان بعد ما رقيناها تقريبا رقيناها على 3 ميلي. انت بعد ما رقيتها رشيت سكر؟ ايه. هلا هون بعد رح نجيب الشوكه ونبخوشها بالشوكه. اوكي كثير مهم انه الفورم تكون على قد بعضها. هلا هون يمكن ما تطلع اخر وحده ما تطلع على قد بعضها. تمام ارجع. هيك صبطناها. بدك تكفيهم؟ يلا اوكي اذا بدك تكفيهم بدك بالرولات لانه هي لو اشوي هي بتطبق. بدك تلقيها على فرد ميلي اوكي هي اثنين او لك او لا قطعي اذا بتطلع اثنين. ايه مش كبيره. او منشيل شوي من الحرب. شيل من الحرب بعدين بعد ما تخلصي اذا فيكي هيك على كل وحده. ايه نحط لها هون ثلاثه لحتى ما تعمل بابلز. اوكي هيدي الشوكه هون. انا بهالوقت رح بالكاسرول رح احط الكاسرول على النار لحط البينات باتر لحط بلش سخنه. اوكي بس يبلشوا يسخنوا رح احط المارشميلو. المارشميلو دغري بيدوب لانه المارشميلو ارجع اذكر بس المشاهدين هو كنايه عن زليل بيض مخفوق مع سكر ورجع بينحط له جيلاتين. اوكي سو مشان هيك بس نرجع نسخنه على النار دغري بيدوب دغري بيرجع بيدوب. اوكي هذه هون البينات باتر بس حطينا البينات باتر على النار عم نحميها. بتعرفي هذا الريكوست اجى من شخص عندي على الفيسبوك طلبوا مني طلبته مني هي من استراليا بتطلع وحبت انه تعرف كيف بينعمل السموز وانا انه اوريدي انا عاملها من قبل سو حبيت قلت انا فرجيهم كيف تنعمل. حطيت لك هنا بينات باتر. صح هيدي البينات باتر. هلا شميت الريحه المارشميلوز بس انا هون مقطعهم صغار لحتى دغري يدوبوا. اوكي او فينا نجيب المني هلا هون المارشميلو بس يبلشوا يدوبوا ببلشوا يعملوا مثل علكه. ايه وفيها في شقفه زبده صغيره حطيتها انا يعني 20 جرام. هون شفتي كيف بلشت تعمل؟ يشلغموا بلشت تشلغم. ايه ضبت على بعضها. كثير هينه بالبيت بينبسطوا انه يعملوها. رح شيلها شوي صغيره عن النار لانه ما بيسوى تضلها كثير عن النار احسن ما بلش تحترق. هي ها شفتي كيف صارت؟ اوكي
نايس. اوكي بعملها هيك. هو السناكس الاولاد هول بي كثير بحبون. بتعرفي في مرات في اشياء بتبقى كثير هينه قدامك بس ما بتبقى انت منتبهه انك تعمليها، صح؟ بتطلعي بتلاقي العالم لما بيطلبوها بتقولي انه بتعطيك الفكره انه بيعطوك الفكره انه انه هن ايه انه هن قديش حابين انه هدول الاشياء انه نعملهم. مشان هيك انا بقول للمشاهدين اذا بيحبوا بيقدروا يفوتوا عندي على الفيسبوك بيج شارل داش عزار او شارل يحطوا تيري عزار، بيقدروا يفوتوا بيتواصلوا معنا ويطلبوا ريسيبي شو حابين، او بيقدروا يرجعوا يفوتوا يحضروا الحلقه. حطيت انا الزبده، بس الزبده لحتى تطلع طريه شوي صغيره ما انا كميه كبيره. حلو انتهيت. شفتوا شو سريعه؟ خلص خلصت. هلا نحن لازم نشتغل فيها ما كثير نسقعها، لانه اذا سقعناها بترجع بتجمد، بترجع بتجمد بتصير تعذبنا. اوكي هلا هدول هون شلناهم خلصنا. رح جيب البسكويت. شفت من وين شلتون؟ كنت مخبيهم. انا مثل بالبيت لانه بيجوا الكل بيستحلون بلشوا ياكلون. رح جيب صحن هون. فينا نستعمل كيس كيس ساكوب وفينا فينا بالملعقه معلقه وسكين. انت شو صار معك كنت مش الحال؟ بتجنن. قد ايه بدهم وقت بالفرن سابلي؟ بياخذوا هلا هن افضل شيء على النظر، يعني نفوتهم على فرن حراره 170. اوكي وعلى النظر بدهم يشقروا. بدهم يشقروا. اوكي هلا هي سخنه شوي صغيره بس ما بيأثر. رح نحط 2 بسكوي هون بس لنفرجي مشاهدين. هاي رح شيلها. بتعرفي فينا نرتاح بالشغل لحط اشتغل على البلانش. ايه كاتينج بورد. هيك اريح بلا صحن. هلا هولي المفروض يمكن هاي الرسات بتعمل شي 8 يمكن. اوكي هلا هي مثل بنرجع بنذكر نحن انه اذا كانت عم نعملها نحن السمورز اللي هي الاوتنتيك اللي هن اللي بيعملوها، بنسخن شوي صغير المارشميلو على النار شوي صغيره او بالمايكروويف او بنحط قطعه المارشميلو مفوتها على المايكروويف بنشيلها بنلقط سكوير شوكولا او ميلك او دارك بينحط فوق منها، بس انه افضل يكون تقريبا نفس القياس. فينا نحط نقطة كراميل وفينا ما نحط كراميل وبنلقط بسكويت تانية ومنسكرها بصير عنا اياها جاهزة. هلا الطريقة اللي نحن عملناها شوي هيك مبتكرين لحتى لأنه هيديك هينة، يعني أنا بمجرد ما أشرح لهم إياها على إيه بتنعمل دغري بتنعمل. اللي أنا قلت لهم إياها إذا بحد أشرح لهم إياها بس شرح ما رح يقدروا يعرفوا كيف، صح؟ وهن المزيج فيه بينات باتر ومارشميلو، صح؟ هلا انا هون بسكرها. شفتي كيف بتنزل؟ بسكرها هيك. هلا بعدين نحن رح نغطسها بالشوكولاته. حلو. هلا هي سخنه شوي. هذا صار بزمي هذيك شيء. اوكي حبيت فكره انه نغطسها بالشوكليت. ايه الشوكليت شوكولا ونوار نوار. هلا الطريقه اللي بتزيد له شيء او بس من دوبه؟ لا بس من دوبه. لكن ريحه تبعيتهم شو حلوه، لانه ريحه البينات روعه فعلا. بعد رح يطلع قد ايه طلعوا هدول؟ 2 4 6 لا بيطلع اكثر. بيطلعوا 2 اوليك.
هلا هون فينا نعمل شغله كمان كمان هيدي مثل أسوس كمان نعطيها للمشاهدين بيقدروا يستفيدوا منها. هيدي هذا الميلانج اللي عملناه بالمارشميلو والبينات باتر، حطينا شويه زبده. فينا نجيب رايس كريسبي بنحط معها شويه رايس كريسبي وبنتركها لتجمد شوي صغيره وبنعمل لهم بولات بنحط لهم سكيور ودبت بنغطسها بالشوكولا بصير عندنا لولي بوب وبننطرها تبرد. وفينا نعمل بوب كورن بس ما نحط لهم ملح كمان بنخلطهم معهم كمان بيطلع الشكل كثير حلو. هج بيرثدايز هول الافكار. يلا على قد هي جوزيف اليوم شعر جوزيف صايف عبال مية شو ورا بعض هون وشربل كمان كان عيده ايه سائبت بس هالسنة سائبت ايه سنة كبسية تعرف لي عم نقول عيده لأنه حابب يدوق البسكس اوكي مش لكن مش عيده مزبوط اوكي هلا صار عنا اياهم جاهزين انتهينا من نون. نحن محضرين من قبل فينا زيحه هيدي شوي على جنب حتى تبطل تزمر. نحن بعد التيستينج بعد الكوكينج في بلوك نوت في كلينيك اوكي بعدين بنرجع على التيستينج اوكي وين صرنا بالوقت؟ اها 5 minutes اوكي رح انا غط نصها فينا نغطها كلها بس ما بيجمدوا شعر ايه؟ شو ما بيجمد؟ يعني هي مقصودة تجمد الشوكولا عليها؟ لا مبلا هلا بتجمد هلا بتجمد؟ ايه هلا بتقسى شو رح يقسيها بس؟ الشوكولا بس ما الشوكولا اللي سخن هونيك بعده؟ ايه هونيك هلا تمبري هلا هو صار ديفي. صار جاهز انه ينضغط اوكي بس يعني كيف وقت تكون عم بتصبي حيلا شيء بس يسقي هلا بنحطهم بالبراد لكي مع لذة حبيت صار عندنا نصها شوكولا ونصها عادي. أنا فكرت بدنا نغط وناكل ونغط وناكل. فينا نعملها هيك، فينا مش غلط. تري جولي. شو حابين؟ بديك على بالك تدوقي هلا؟ بعدين الكومبينيشن بين البينات باتر والشوكلت. إيه. واو. هيفن. هدول اطيب من اطيب السناكس للولاد بينبسطوا فيهم وشفت قديش هينه الطريقه صح اذا عنا عجينه سابلي باقي من قالب كنا عم نعمله مزبوط قادرين دغري على السريع نعمل لهالافكار الحلوه رح اترك قسم بلا شوكولا قسم بلا شوكولا لمين؟ انه اذا حدا مين ما بحب الشوكولا؟ ما بدي اقول لك انه يمكن ما يكفي الشوكولا لا مش مشكله ديجا البسكويت طيبه والحشوه طيبه جني اوكي لكن نرجع بس بنذكر المشاهدين اللي عملناه نحن هلا حطينا بينات بطر بكسرول حركناهم شوي صغيره لبلشوا يدوبوا ورجعنا زدنا فوق منهم شوي صغيره المارشميلو كنا مقطعينهم لحتى دغري يدوبوا ما ياخذوا وقت لانه اذا بنتركهم شوي صغيره شفت كيف ببلش البينات بطر ببلش يعطي مثل كانه ببلش يحترق مزبوط سو مشان هيك نحن لازم نسهل عمليه التدويب عملناها هيك ورجعنا اخر شيء حطينا شقفه زبده صغيره الكميات هن 120 جرام بينات بطر والمارشميلو 40 جرام والزبده اللي استعملناها اللي حطيناها اخر شيء هي 20 جرام بروسس كثير هينه ما بتش البسكوي ايش لا لا بالعكس هلا الشوكولا بتعطيها بتعمل مثل ايزولان بتحافظ وبتخليها ليك شو حلوين كثير حلوين هلا فينا نحن مثل ما قلت لك فينا نستعمل شوكولا اولي وفينا نستعمل شوكولا بلان وشوكولا البلان فينا نحن نزيح عليه نعمل عليهم ديكور اوكي فينا نعملهم مدورين فينا نعملهم سكوير اكثر هيدي لانه ريكتانجولر اوكي انا بطلب
من المشاهدين دائما انه اذا عندهم افكار هيك بدهم اياها ايه يذكرونا فيهم يذكرونا فيهم وبيعرفوا صاروا الاغلبيه بيعرفوا الفيسبوك بيج تبعيتي شهر عزار بيقدروا يفوتوا يبعثوا. لاحظت ال ال انت مسكرهم هيك او هيك؟ لا هيك لانه مبين هون السكر بعد. صح لانه حتى تقعد يعني؟ حتى تقعد احسن ما تصير تبرم لانه اذا عملناها ليك كيف بتصير. ايه مزبوط. شفتي؟ اوكي. هاي اول شغله، وثاني شيء كرمال كرمال السكر السكر يبين؟ مش بس يبين، لانه هون السكر بيصير يساعد انه يعمل مثل نوع من الايزولان حتى ما كثير ما دغري تش. اوكي. اوكي؟ Very nice. لكن مشاهدينا إذا ما لحقتوا تحضروا فقرة الكوكينج فيكم ترجعوا تحضروها بكاملها على صفحة MTV Alive على الفيسبوك أكيد. بعد هالوقفة رح ترجعوا تلاقوا رانيا بكلينيك، وما بعد كلينيك رح نرجع تيستينج تندول سمورز. هيدا يا شار، نطرنا 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 صاروا جاهزين ولقينا لقينا جمد الشوكولا مبين جمد الشوكولا شوي صغير بالبراد لحتى يساعد انه يجمد اسرع. كنا نرجع نذكر انه البسكوي سابلي بسكوي سابلي بس انت حطيت لهم سكر قبل الخبز حطينا لها سكر نفس طريقه الجراهام كراكرز بيحطوا لها سكر وبيفختوها بالشوكه وعملنا الميلانج هو كان مارشميلو مع بينات باتر وشويه زبده حطيناهم على النار بعدين حطيناهم بالنص عملنا فيلين حشيناهم حشيناهم وطبقناهم بشكل ترتين ورجعنا غطيناهم بالشوكولا بسكوي وراحة بس أجنبي هيك صح والديسبلاي تبع الصحن شايف حلو. يعني مثل البوكي وحلو الشوكولا نص نص مش أيه. كلها تشوكلت مش كلها تشوكلت تعدل عنه اذا كلها تشوكلت لا مش غلط بس انه انا قلت حتى ما تطلع كثير كثير لانه قويه هيك فينا ندوق الميلتين صح أيه. ميرسي تينا فينا نبلش شو حسيتهم دافيين نحن؟ شو هن ال يمكن من ورا الحشوة يعني. ايه بتعرفي كمان اللايتنج منه هين قوي شو طيبة اوكي نحن بنقول انه اذا حدا بيحب ما يعملها بهالطريقه بيقدر بس المارشميلو يشويها او يمرقها على الميكروويف ويرجع يحط اذا بده فوق منها البينات باتر بدل ما يخلطهم مع بعضهم اوكي بيقدر يحط نقطه كراميل يحط شقفه شوكولا بقلبه هيك فينا نسطعها بكل وحده لحالها يمكن فينا بس انه انا هيك بدي اياها طيبه حلوه شوي ربو. حلوه لإلي يمكن لانه في سكر على عصبي هي انما لمحبي الشوكولات والبينات باتر يعني اكيد هيدي جنه بالنسبة لهم وبعدها هيك تقروش بس البسكوي منا حلوة البسكوي لا هو اللي محطوط عليها السكر بيقدروا المشاهدين إذا بدهم بيقدروا يشيلوا السكر عن الوجه فينا نعملها من دون سكر فينا نعملها من دون سكر هي كنا عم نحكي نحن في نوع بسكوي هي خصوصة لها اسمه جراهام كراكرز بينحط له سكر على الوجه وقت بدها تنرق سو عملناها نحن قريبة لها لحتى نضلنا نحس بنفس ال التكستشر لما ناكلها تصير تقروش ونفس الشيء. الجراهام دخلها شو؟ الجراهام فيها بينحط لها اوت شوفان بينحط لها شوفان واكيد فيها زبده وسكر فيهم بحطوا لها سكر اسمر بتعطي كمان نكهه سكر اسمر اوكي في منه بيعملوا سكر هلا السكر الاسمر مزبوط صحي اكثر من السكر الابيض او مش كثير هو يمكن افضل في فرق هو افضل لانه هو منه رافينيه يعني ما تكرر يعني بعده كمصدر خام كمصدر خام نعم هيدي هي انه لما بيتكرر بيصير بطل كثير انه للهضم للانسان يقدر يهضم مضبوط السكر الجسم كثير يعني حلوه الفكره وخرج الاولاد خرج الاولاد سناك وبعدين
يعني بتحسي ضرره اقل من الاشياء اللي بياكلوها الاولاد يمكن. طب بدنا كلها معموله بالبيت يعني. صحيح. البسكويت شغل البيت والشوكولا مذوبينه. صح. احنا والبينات باتر ديجا صح healthy. بعدين انه هي الشغله الحلوه انه يقدروا يحضروها كمان مع الاولاد. صح. يعني هن يشتغلوا فيها. طب ملبقين تيابكم مع بعض؟ انا وشعل دايما هدول لهم امبارح هدول قلوبكم على بعض بفتكر. شعل ميرسي كسبناك هالجمعه. ميرسي ميرسي. بين امبارح واليوم والسبت على غاد نجم الصفا. السبت اللي مضى يامي كان. سبت ما ضايق إيه ما كنت هون انا بس سمعت كنا عاملين انا لما صرت عامل ثلاث حلقات تنين والثلاثة كنا عاملين التارت تارت ايه مزبوط كان في تارت هالسبت ما بتذكر ايه كان في شيء ستروبري كمان. anyway المشاهدين فين يرجعوا يحضروا كل الحلقات على الفيسبوك بيج على كافيه ام تي في على مع كافيه مع كافيه. رح ناخذ فاصل انا بودعكم لليوم بلاقيكم بكره الصبح بلايف تشاو.